بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اذا سعيد ان نلتقي بكم طلبتنا الاعزاء في حصه اخرى من حصص المواريث والحقوق الماليه. اذا بعدما تناولنا ما طريقه صحيح الانكسار على فريق واحد والانكسار على فريقين، اليوم ان شاء الله سنتناول ما يتعلق بالانكسار على ثلاث فرق. وأنا قلت لكم في الحصة الماضية لا في حتى أربعة، ولكن بالنسبة للحنفية الذين يورثون ثلاث جدات، أما عندنا في المالكية فقط يورثوا جدتين. إذا عندما المطلب الثالث الانكسار على ثلاث فرق، عندما يكون في المسألة ثلاث فرق من الورثة لا تنقسم عليهم سهامهم قسمة صحيحة، ما العمل؟ إذا بعدما كنا في فريق واحد، فريقين، ثلاث فرق. أولا نفس الطريقة التي اشتغلنا بها على الفريق الأول أو فريق واحد، ننظر إذا عملية التصحيح كالتالي: عملية تصحيح الانكسار، تتم وفق ما يلي. أولا ننظر ما بين عدد الرؤوس والسهم بمنظارين: التوافق والتباين. إذا في هذه الحالة التباين، ونأخذ ذلك فنسميه بالراجع الناتج. ثانيا الناتج يسمى بالراجع. لماذا الراجع؟ لأنه سنرجع إليه فيما بعد. بعد ذلك سننظر بين الرواجع بالأنظار الأربعة. سننظر بالأنظار الأربعة، هو التماثل، التوافق، التباين، التداخل. سننظر بالأنظار الأربعة بين الرواجع، والحاصل في هذه الحالة رابعا، الحاصل أو يعني الناتج سنحتفظ به ونسميه بالمحفوظ. وبعد ذلك يعني أنه عندما يكون عندنا هذا المحفوظ سننظر بالأنظار الأربعة. إذن من أجل شرح هذه المسألة وطريقة تصحيح هذه المسألة إليكم المثال التالي. هو شيء ما هذا المثال يعني ليس بغريب، ولكن هذا المثال يمكن يعني تطرح كنازلة. إذن هلك هالك فترك لنا أربع زوجات، زوجة وأربع بنات: بنت من أربعة، وأختين شقيقتين، أخت شقيقة وأخت شقيقة. إذن هذه الحالة يعني يقع فيها الانكسار على ثلاثة فرق، يعني أنه هذا هو المثال الذي يمكن من خلاله أن يتضح لكم الفهم إن شاء الله. إذن بالنسبة للزوجات كم؟ قلناهن يقتسمنا، نعم يقتسمنا الثمن لوجود الفرع الوارث، أكثر من بنت ثلثان، والأخوات نعم الأخوات قد يصيرن عصابات إذا كان للهالك بنت أو بنات عصبة في الباقي. إذن أصل المسألة عندنا 8 و3 ستكون من 24، هو المضاعف المشترك البسيط أو الرقم الذي يمكنه الذي يقبل القسمة على هاته المقامات. إذن للزوجات في ثلثهن في ثمنهن عفوا ثلاثة، منكسرة مباينة لعدد الرؤوس ثلاثة،
وكسر مبين في هذا الرصد. تلاحظون أنا أضفت الصفر في هذه الحالة لأن لنا العشرات، عندما تكون الوحدات لا نضيف الصفر، ولكن عندما تكون العشرات نضيف الصفر، المئات نضيف الصفر. ثلثان للبنتين، إذا 3 8 هي 16، كذلك هي منكسرة مباينة لعدد الرؤوس. إذا 3 بنات، نعم 3 بنات وليس 4، 3 بنات حتى تنكسر، لأنه إذا كانت 4 لا تنكسر. إذا عندنا 3 و 16 يعني منكسرة مباينة لعدد الرؤوس. إذا كم سبق لنا في هذه الحالة؟ 16 3 هي 19، ستبقى 5 منكسرة مباينة لعدد الرؤوس. إذا العملية كما أشرنا إليكم، ننظر ما بين عدد الرؤوس والسهم بالتوافق أو التباين. إذا كل رأس تشتغل عليه على حدة، كل رأس تشتغل عليه على حدة، إذا بمنظاري التوافق والتباين. إذا عندنا 4 و 3، ماذا وقع؟ وقع التباين. إذا هذا 4 تسمى بالراجع، سنرجع إليه فيما بعد. ننتقل إلى الفريق الثاني. إذا عندنا 3 و 16، كذلك ماذا وقع؟ وقع بينهما، إذا هذا يسمى بالتباين. إذا 3 وهذا الراجع الثاني. ننتقل إلى هذه الحالة الثالثة، وهي الأختان الشقيقتان مع سهم 5، وقع كذلك التباين. إذا 2 يسمى بالراجع مرة أخرى. إذا عندنا كم من الراجع؟ عندنا 3 رواجع. إذا في هذه الحالة سننظر بالأنظار الأربعة ما بين، في هذه الحالة عندنا 4 و 3 و 2. إذا سننظر ما بين 4 و 3، ولا يهم أي رقم بدأنا به أو يراجع بدأنا به، يمكن أن ننظر بين 4 و 2، ويمكن أن ننظر بين 3 و 2، ويمكن أن ننظر بين 4 و 3. إذا ننظر ما بين 4 و 3، ماذا وقع بين 4 و 3؟ وقع بينهما التباين. عندما يقع التباين، إذا نضرب الكل في الكل، فإذا ضربنا 3 في 4 في 3، الناتج في هذه الحالة وهي 12، الناتج 12، وهذا يسمى بالمحفوظ، يسمى بالمحفوظ، هذا يسمى بالمحفوظ. سننظر ما بين المحفوظ وما بين نفس العملية التي استعملناها في هذه الحالة، يعني 12، سننظر بالأنظار الأربعة ما بين المحفوظ وما بين الراجع الموجود عندنا. أنا قلت لكم مرة أخرى أنه ليس هنالك مشكل أن نبدأ، إما أن نبدأ بأن ننظر بالراجع الأول والثاني، أو الأول والثالث، أو الثاني والثالث، يعني أنه النتيجة لن تتغير أكيد. إذا عندنا المحفوظ هنا 12 مع 2، ماذا وقع بينهما؟ وقع بينهما التداخل، أو وقع بينهما التوافق، نعم وقع بينهما التوافق، واستعملوا الأنظار الأربع، نعم استعملوا الأنظار الأربع، وقع بينهما التوافق. إذا 12 مع 2، إذا وقع بينهما التوافق. عندما يتوافق إما نضرب 6 في 2 أعطينا 12، أو أننا نضرب 12 في وفق 2 هو 1 تعطينا 12، إذا النتيجة لن تتغير. إذا نأخذ 12 ناتج نضربه، الناتج الحاصل نسميه بالمحفوظ، والناتج العملية الخامسة نضيف العملية الخامسة، الناتج أو الحاصل نضربه في ما صحت، أو عفوا في أصل المسألة وليس في ما صحت، نضربه في أصل المسألة، نضربه في أصل المسألة، والناتج منه تصح المسألة. إذا نضرب 12، نعم 12 في ما صحت منه المسألة، والناتج ستعطينا 288، نعم
288. إذا للزوجات في هذه الحالة 936، يعني 9 لكل زوجة. إذا يمكن أن نستل الآن لأننا صححنا الانكسار حتى لا يقع لنا خلل في هذه الحالة. إذا البنات 3، نعم، ولكل بنت 16 في 2، إذا غتعطينا 64 لكل بنت. 64 64 64 وكذلك نستل ما بين الأختين الشقيقتين. إذا في هذه الحالة بين الأختين الشقيقتين يعني عندنا في هذه المسألة 5 في 12 يعني تعطينا 60، و60 يعني 30 لكل شقيقة. إذا هذه هي الطريقة باستخراج الانكسار على 3 فرق، يعني بالتمعن وبالهدوء إن شاء الله سيتبين لكم الطريقة. قلنا بأنه نحتفظ بالراجع كما صنعنا في الفريق الواحد، ثم الراجع الثاني، ثم الراجع الثالث، لأننا الآن 3 فرق أو انكسرت العصومة على 3 فرق أو 3 رؤوس، والناتج ننظر بين الراجعين بالأضرار الأربعة، ما تيسر منها والحاصل منها نسميه بالمحفوظ، فانظروا بينه وبين الراجع الثالث، فبالأضرار الأربعة التوافق التباين التداخل التباين، ووقع التوافق هنا. وفي هذه الحالة عندما يقع التوافق وفق أحدهما في كامل الآخر أو أحد الكامل في وفق الآخر، فتعطينا نفس النتيجة. إما أننا نأخذ في هذه الحالة 12 ونضربوها في وفق 2 هي 1 يعطينا 12، أو أننا نأخذ وفق 12 وهي 6 ونضربها في 2 وتعطينا 12. 12 هي التي أصلنا بها المسألة فيها فيه أو ضربناها في أصل المسألة أو مسحت عفوا ما هو المسألة، فتعطينا هذه النتيجة. وخصنا ضروري ما نحسبه، إذا جاتنا نتيجة صحيحة فهنيئا، وإذا لم تكن النتيجة صحيحة فاعلم بأن إذا هذه المسألة إن شاء الله من خلال الاشتغال على النوازل ستصل إلى النتيجة. إذا قبل أن نختم أعطيكم النازلة وسننتظر الجواب من خلال المجموعة التي وضعناها في الفيسبوك من أجل أن نتواصل معكم، ونحيي جميع من يعني تواصل معنا، وهذا بالحقيقة يزيدنا يعني اعتزاز بطلبتنا بأن لهم الاهتمام في علم الموارد. هلك هالك القلم والورقة كما العادة، هلك هالك فترك لنا 3 زوجات وبنت من التلني وأخت لأم وعمين شقيقين وجد. إذن أعيد، 3 زوجات، بنت من التبني يعني تبنتها أو تكفلت بها، أخت لأم، عمين شقيقين وجد. وفقكم الله لكل خير، وبارك الله في الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.